مشاهدينا مساء الخير واهلا وسهلا فيكم. اليوم الخميس في كثير ربح على ال بي سي اي، وبتمنى تكونوا حضرتوا اوراقكم وتكستوا اوراقكم تبع اليوميه وحضرتوا ارقامكم على امل تربحوا معنا الليله بسحبات جديده من اليوميه مع اليوميه 3 والأربعة والخمسه. من وين ما كنتوا عم بتابعونا تحيه لكم، وتحيه كمان لمدام تيريز مسلم، اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي حضرتك، مندوبه وزاره الماليه وعضو لجنه المراقبه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكي. عم يروي عليه اللي بيكون عم بيتكس اليوميه، ما هيك؟ على كل حال خلينا نرجع نحطكم بصوره اكثر مشاهدينا لكم، للاشخاص اللي بعد ما بيعرفوا اكيد يعني على بالتفصيل كيف هون يشاركوا بهاللعبه. تابعوا معنا هالريبورتاج. يوميه لعبه جديده من اللبنانيه للالعاب. كيف بتلعب؟ نقي اللعبه اللي بدك تلعبها، يوميه 3، يوميه 4 او يوميه 5. نقي ارقامك من 0 لل 9 من كل سطر رقم. 3 ارقام لشبكه يوميه 3، 4 ارقام لشبكه يوميه 4، وخمس أرقام لشبكة يومية 5. اختار المبلغ يلي بدك إياه من 500 ل 3000 ليرة، كل ما تزيد القيمة كل ما زاد ربحك. اختار كيف بدك تلعب، بالدور أو حيالله. إذا لعبت حيالله وطلعوا أرقامك حيالله رح تربح. إذا لعبت بالدور وطلعوا أرقامك بالدور يعني بنفس الترتيب ربحك أكبر. مع يومية من اللبنانية للألعاب رح تربح قد ما بتلعب، وربحك بيوصل لل 120 مليون ليرة. يومية، كل يوم يومك. ان شاء الله اليوم يكون يوم لكتار وكتار منكم يلي اختاروا ارقامهم بدقه، وخلينا ما نحرق اسمهم اكثر من هيك ونبلش مع اول سحب لليله ومع اليوميه 3. هذا سحبنا اذا لليله لليوم الخميس 18 شباط 2016. نحن معكم مباشره على الهواء لحتى نشوف نحن وياكم الارقام اللي رح تنسحب بسحوبات اليومية 3، يومية 4 ويومية 5. وهلأ عم نشوف سوا، رح نشوف سوا 3 أرقام الرابحة باليومية 3، ومنبلش مع أول رقم، مع رقم 1. تاني رقم بسحب الليلة من اليومية 3 الرقم 7، هيك لنشوف سوا شو هو الثالث وآخر رقم بهالسحب. هو الرقم 7 عن جديد، مش غلط ابدا. مبروك للاشخاص اللي اختاروا هالثلاث ارقام 1 7 7. اذا اخترتوا تلعبوا هالثلاث ارقام مشاهدينا واخترتوا تلعبوهم بالدور يعني بنفس الترتيب، عليكم تضربوا المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 400 مره. واذا اخترتوا هالثلاث ارقام واخترتوا تلعبوهم حي الله يعني مش بالضروره بنفس الترتيب، عليكم تضربوا المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 70 مره، وهيك فيكم تعرفوا دغري شو هو المبلغ والقيمه يلي بتربحوها وبتحصلوا عليه. أنا لليوم اخترت اليومية 4، خلونا نشوف شو هني الأرقام اللي رح نشوفها بهالسحب. لليومية 4 إذا عن جديد رح نشوف سوا الماشين، وأربع أرقام جديدة. جود لك لإلكم، إن شاء الله تكونوا اخترتوا الأرقام. أرقام جديدة يمكن اخترتوها لليوم غير عن ما بتختاروها بالعادة. أول رقم هو الرقم 2، ثاني رقم بسحب اليومية 4 هو الرقم 8، هات لنشوف شو هو الرقم الثالث، الرقم 6 ما هيك؟ وآخر رقم هو الرقم 7. مبروك لكم إذا اخترتوا هالأربع أرقام 2 8 6 7. إذا اخترتوا تلعبوا هالأربع أرقام مشاهدينا واخترتوا تلعبوهم بالدور، عليكم تضربوا المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 4000 مرة. وإذا اخترتوا هالأربع أرقام واخترتوا تلعبوهم حيا الله يعني مش بالضرورة بنفس الترتيب، هالأربع المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ب 150 مرة هتعطوا المبلغ والقيمة يلي بتربحوها. وهلا مباشرة مع آخر صاحب ومع اليومية 5. أكيد نحن بآخر حلقتنا رح نذكر بسحوبات الليلة لليومية 3 والأربعة والخمسة، بس هلأ خلونا نشوف شو هن الخمس طابات الجديدة يلي رح تعطينا خمس أرقام جديد. ومنبلش هالسحب مع الرقم 9، ثاني رقم بسحب اليومية 5 طابة حاملة رقم 8، ثالث رقم عم نشوفها سوا مباشرة على الهواء مباشرة من الماشين، الرقم 3، بعد عنا رقمين، رابع رقم، ثابت رقم، هات لنشوف الرقم 0، و
خامس وآخر رقم بهالسحب. هات لنشوف. طب الخضرة حاملة رقم 6. مبروك لكم إذا اخترتوا هالخمس أرقام 9 8 3 0 6. إذا اخترتوا هالخمس أرقام واخترتوا تلعبون بالدور، عليكم تضربوا المبلغ يلي خرجوا تدفعوه ب 40,000 مرة. وإذا اخترتوا هالخمس أرقام واخترتوا تلعبون حيالا، يعني مش بالضرورة بنفس الترتيب، المبلغ يلي اخترتوا تدفعوه ضرب 350 مرة لتعرفوا القيمة اللي بتحصل عليها. تفضلي مدام تيريز، لإلك الدبلو. سحب يومي لليوم الخميس 18 شباط 2016. الأرقام الرابحة هن يومية 3177، يومية 4 2867، ويومية 5 9 8 3 0 6. مدام تيريز بشكري كتير، ومشاهدينا لقونا بكرة بسحب جديد. باي.